وفي العاصمة عدن دشن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وأضاف الرئيس الزبيدي على إدارات القطاع مستمعا من رئيس القطاع الدكتور عبد الله الحو إلى شرح واف عن أداء الإدارات المختلفة بالقطاع، وأشاد الزبيدي بالجهود المبذولة لتأسيس هذا القطاع والدور المهم الذي يلعبه في تخريج الكوادر الإعلامية الجنوبية وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا المجال، فضلا عن المساهمة في تعزيز وتطوير أداء المؤسسات الإعلامية الجنوبية بشكل عام. وهذا المجلس الجديد والمجلس الإعلامي يعني متميز، والجهود التي بذلت إن شاء الله تعالى الناس وشكلها قريب. شكر تقريب كل القائمين طبعا من قيادة وفنيين ومهندسين وإعلاميين في هذا الصرح الممتاز، وهذا بسرعة يعني صراحة بالنسبة لنا يعني تقدم وبناء مؤسسي في اتجاه استعادة دولة الجنوب العربي العاصمة الطاحنة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.